السلام عليكم يا شباب. السلام. أول باب يعني الله يجزيكم الخير ما قصرتوا. السلام عليكم يا شباب. عمري يا أخوان. عمري يا شباب له ذاكرة طيبة في تاريخ الثورة. فمن ها هنا بدأت. والثورة كما تعلمون هي فكرة. والأفكار وإن فني أصحابها تبقى. وما جرى في أشهر الماضية ربما ظن البعض أنه يعني استسلام وأنه عودة إلى ما يسمى حب الوطن. والحقيقة أن ما جرى إنما هو كان خطوة أولى اسمها بين قوسين تسوية. هذه التسوية كان يفترض أن يأتي بعدها خطوات تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها والحفاظ على كرامات الناس. فكانت الوعود بإخراج معتقلين وهذا ما حصل، أخلى النظام فيها انسحاب الجيش من المدن وهذا ما حصل، كذلك موضوع الموظفين، موضوع الطلاب، موضوع المنشقين. فالمواضيع كثيرة، وأخطر شيء رفع القبضة الأمنية، عدم تدخل الأمن في كل صغيرة وكبيرة من حياة الشعب. يجيب موافقة أمنية، الموظف يرجع موافقة أمنية، وكالة موافقة أمنية، أرض موافقة أمنية. فهذا الأمر يضغط على الناس ويؤذي الناس. كان هناك وعود من النظام ومن الضامن الروسي ومع ذلك لم يطبق شيء. كان هناك وعود بأن البلد ليس فيها منتصر ومهزوم، ما فيها غالب ومغلوب، ولكن للأسف الشديد سلوك النظام في الأيام الماضية تصرف وكأنه منتصر وكأننا مهزومون. وهذا أمر يعني بعيد حقيقة، لا هو انتصر ولا أنتم هزمتوا. فالمطلوب يا شباب اليوم أن نبقى يدا واحدة حتى نحقق ما نصبو إليه من وطن حر مستقل فيه كرامة لكل أبنائه. هذا ما نريده، وهذا أبسط حقوق البشر اليوم، أن يعيش الإنسان محافظا على حريته وعلى حقوقه وعلى كرامته. ما سوى ذلك تتحول البلدان إلى مزرعة وليست إلى وطن. لا نريد مزرعة لا للحزب البعث ولا لشخص فلان أو علان، نريد بلد لكل أهله. أما بالصورة الحالية الجماعة بتصرفوا كأنه بلد مزرعة ملك شخصي لهم، وهذا أمر مرفوض. كان في اتفاق أو في تصريح منهم لا عودة إلى الوراء، ومع ذلك رأينا أن هناك عودة إلى الوراء خلال نصب التماثيل ومن خلال مسيرات التأييد. ولا يخفى عليكم طلبنا منهم نظافة البلد، ما في إمكانيات. طلبنا خدمات البلد، ما في إمكانيات. فجأة في إمكانيات يجيبوا 1,000,000 مسيرة، في إمكانيات يسووا تماثيل كلفت عشرات الملايين، في إمكانيات. أما نظافة البلد ما في إمكانيات، كهرباء البلد ما في إمكانيات، شوفوا طريق السد ما في إمكانيات، بس إمكانيات عند التماثيل وعند المسيرات المؤيدة. فنريد بمعية الجميع يا أخوة أن تكون البلد سورية، هذا البلد العزيز، بلد لكل أهله ولكل مواطنيه، وليس مجرد مزرعة لفئة أو لشخص. والله يعطيكم العافية وتكبير. الله أكبر. الله أكبر. اسمعوا سبيل يا شباب.